لا رجل واحدة الصخر. مستقبلا على إنجري راشي فاسي هاون خزائر خربجي وصواريخ على البيوت وصبت أنا ما أعرف ما كان ما أعرفش إيش صار. اضطرت اشرب من المسكوني مش سبوني وانا بجر بركضهم شارب منهم طحوني طلقيا وكانوا ينتقموا منهم ويحط يلفوا الناس بالغاز الغاز الطهي يحطوه في داخل جوفهم من اسكان على التم ولا عن المنطقه الثانيه كانوا يفتحوا جرد الغاز. في كانت 16 حالة موت سريري في الشفا مستشفى الشفا وذكروا مستشفى الشفا عشان لا اعلام ولا غيره يقدر يصوره. خلت البيت من الاولاد وبدأت اروح ارجع البيت اجيب باقي الاوراق الثبوتيات الشخصية تبعتي. البيت انتصف. البدائل اللي كانت امام الناس اما القتل واما الجانب الاسرائيلي. ويعني اعطينا نصيحة اين يذهب الناس اذا كانت سيارات الاسعاف صارت مهمتها نقل المقاتلين مقاتلي حماس بدل ما تنقل الجرحى. على مدار 12 ساعة سيارات الإسعاف لم يسمح لها أنها تنقل جريح واحد. أنا أتمنى بس أنت شايف مش خايف؟ لا لا أنا مش خايف بقى الأكذب لو قلت لك مش خايف وإلا لو مش خايف ليش بدأ بتقول لي طب ليش جيت هنا؟ لا في أسباب الخوف في غزة ما زالت قائمة.